سعيدة إن أنا النهاردة أكون جزء من احتفالية الأديبة دكتورة رحلة نوال السعداوي. حقيقة معرفت عنها مش أكتر من التلفزيون وبعض مقالات من وأنا صغيرة لحد يمكن ما رحلت، وأعرف قد إيه هي كلمت عن المرأة كتير ودفعت عن المرأة كتير، لكن حياتها الشخصية أنا معرفش عنها حاجة. ولما جينا نقول هنعمل احتفالية الأسبوع اللي جاي، كان أكتر حاجة لفتت نظري في الكتب بتاعتها مذكراتي في السجن. كانت الفكرة إن أنا أقرأ مذكرات دكتورة نوال عشان أعرف مين هي دكتورة نوال، لأنه في كتير جدا بيتكلموا عن المرأة وناس غير متسقين مع نفسهم، يعني نقول حاجة ونمشي بحاجة تانية خالص. فالكتاب ده يعني أنا أتمنى لو محدش قرأه يقرأه، لأن نوال السعداوي اتكلمت فيه من أول ما هي طفلة لحد ما خرجت من السجن، سيدة متسقة تماماً مع أفكارها ومع حياتها ومع مبادئها، ما غيرتهاش من طفولتها لحد ما ماتت. مفيش لحظة من اللحظات حسيت إن هي زي ما أستاذ شعبان قال إن هي ضد الرجل، بالعكس كانت سيدة جميلة جداً مع زوج وابن وابنة، مشاعر أمومة متدفقة وهي في السجن بجوار المناضلة والسياسة، وإن هي مش هتتنازل عن حقها، لكن في نفس الوقت هي سيدة بتفكر دايما في بيتها وجوزها ومحتاجة سند من زوجها لما كان بيجي لها السجن، قد ايه ده رفع من روحها المعنوية. يعني هي مش ضد الرجل ولا بتناطح الرجل زي ما بيشاع عنها وزي ما بتهاجم حتى بعد وفاتها. وفي يمكن ناس كتير جدا لما اشرنا للدكتورة نوال السعداوي في ندوة ليها كان في هجوم شديد عليها، طب هل انتوا قريتوا عنها؟ شفتوا الست دي بتقول ايه؟ بتتكلم ازاي؟ الكتاب ده يمكن يكون واحد من المذكرات، اتمنى ان انا اقرا الباقي واقول انه سيده عظيمه عاشت متسقه طول الوقت مع نفسها، ما قالتش حاجه عكس مبادئها. وما اقدرش اتكلم عن اديبه كبيره او مناضله اكتر من كده، لكن اقول ان انا واحده من الناس لما جيت قريت ده وانا كنت بدخل المحكمه وانا محاميه صغيره كده، ويجي حد من الحجز وريحته تبقى صعبه قوي، او ان انا اضطر انزل الحجز عشان اكلم حد من المتهمين واشوف المكان اللا ادمي ان الناس بتبقى محطوطه فيه، واتخيل يعني ايه سيده بقدر نوال السعداوي مع حفظ القاب وهي منهيه وتلقى في هذا المكان، ومع ذلك ما بتحكش لحظه واحده عن اللي قالته خوفا من اللي حصل لها، بالعكس فضلت تناضل لحد ما ماتت. السلام لروحها وشكرا جزيلا.